يقول السائل: أنا طبيب جراح، تأتيني فتيات قد فقدن غشاء بكراتهن، فهل يجوز لي إذا قمت بإصلاح غشاء بكراتهن قبل الزواج بغيت سترتهن، فهل علي إثم؟ نعم تأثم بذلك، لأن هذا من الغش، هذا من الغش للناس، فلا يجوز لك تعمل هذا العمل، لأن الزوج يحسب أو يظن أنها بكر من الأصل ولا يدري عن هذه العملية. إذا كان يبين للزوج أنها عولجت، أنها كانت زائلة البكارة وعولجت، فلا بأس، أما أنه يكتم عليه ويأخذها على أنها بكر من الأصل فهذا غش لا يجوز. نعم، أمور المسلمين على الوضوح، ما هي على الغش، لازم توضح الأمور ولا يكتم شيء من العيوب. نعم.